الله الرحمن الرحيم. جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بحضور الهيئة الحاكمة والمدعي العام، استحضر المتهمون. المتهم الأول حمزة نايل، دخيل الله المجالي موجود، من الكرك أصلا، سكان منطقة القصر، مسلم متعلم أعزب، عمرك 26 سنة، موقوف من تاريخ 19/12/2016. وكيل المحامي رفعت معمر موجود، أستاذ رفعت؟ طيب. المتهم الثاني خالد نايل، دخيل الله المجالي موجود، من الكرك أصلا، سكان منطقة القصر، مسلم متعلم متزوج، عمره 36 سنة، موقوف من تاريخ 19/12/2016. وكيل الأستاذ المحامي رفعت موجود. طيب. المتهم الثالث محمود مد الله عواد المصاروة، من الكرك أصلا وسكانها، مسلم متعلم متزوج، العمر 41 سنة، موقوف من تاريخ 29/12/2016. الأستاذ موسى عبد الله موجود؟ عن محمود. طيب محمود، حكينا محمود. طيب ماشي. المتهم الرابع عيسى مد الله عواد المصاروة، من الكرك أصلا وسكانها، مسلم متعلم متزوج، عمره 43 سنة، موقوف من تاريخ 25/12/2016. وكيل الأستاذ بشير العقيلي موجود. طيب. خامسا قاسم عيد عقل الحجاية، من القطرانة أصلا وسكانها، مسلم متعلم متزوج، العمر 33 سنة، موقوف من تاريخ 21/12/2016. الأستاذ أنور كريشان موجود. طيب. المتهم السادس عماد علي عبد السلام نظمور، من الكرك وسكانها، مسلم متعلم متزوج، العمر 37 سنة، موقوف من تاريخ 23/12/2016. الأستاذ سميح موجود؟ الأستاذ سميح المجالي. طيب. المتهم السابع عمر ماجد جمال المجالي، من الكرك وسكانها، مسلم متعلم متزوج، العمر 31 سنة، موقوف من 19/12/2016. الأستاذ عصام المجالي موجود؟ نعم. طيب. المتهم الثامن حمزة المجالي، من الكرك وسكانها، مسلم متعلم متزوج، العمر 32 سنة، موقوف من تاريخ 23/12/2016. وكيله المحامي الأستاذ عصام المجالي. المتهم التاسع مصعب خالد عبد المعطي الكاتب، من معان وسكانها، مسلم متعلم أعزب، العمر 25 سنة، موقوف من تاريخ 21/12/2016. وكيله الأستاذ المحامي محمد العياصرة موجود. المتهم العاشر سليمان عبد منصور شقور، من الكرك أصلا وسكانها، مسلم متعلم متزوج، العمر 52 سنة، موقوف من تاريخ 3/5/2017. وكيله الأستاذ عمر روابدي موجود. المتهم الحادي عشر وليد يوسف تركي القراوني فار، من وجه العدالة، بوشر بإجراءات المحاكمة علنا، اختتمت إجراءات المحاكمة بالقرار التالي: أسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين التهم التالية: أولا، التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 7/B/1/3 و7/W من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بدلالة المادة 2 من ذات القانون، وبدلالة المادتين 76 و80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. 2، تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/W و7/G من قانون منع الإرهاب، بدلالة المادتين 76 من قانون العقوبات وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. 3، حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/W و7/G من قانون منع الإرهاب، بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وتعديلاته بالنسبة للمتهم الأول حمزة. 4، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/W و7/G من قانون منع الإرهاب، بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. التهمة الخامسة، المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية
خلافا لأحكام المادتين 7 على زين و7 على طاء من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والحادي عشر. 6 تقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك خلافا لأحكام المادتين 3 على باء و24 على 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته بالنسبة للمتهم الثاني. 7 بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع سنداً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 بالنسبة للمتهمين 7 والـ9. 8 التدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك مكرر 3 مرات خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم على واو من قانون منع الإرهاب بدلالة المادتين 80 على 2 و76 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين 7 والـ8. 9 حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب بالنسبة للمتهم 5. 10 حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني خلافاً لأحكام المادة 11 على دال وبدلالة المادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة للمتهم 5. 11 بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع مكرر 2 سنداً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب بالنسبة للمتهمين 6 و10. 12 الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3 على هاء و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين 3 والـ4. التهمة 13 جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين خلافاً لأحكام المادتين 3 على ألف و7 على جيم من قانون منع الإرهاب بالنسبة للمتهمين 3 والـ4. 14 محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3 على جيم و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم 15 الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3 على جيم و7 على جيم من قانون منع الإرهاب بالنسبة للمتهم 11. والمحكمة وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة البينات المقدمة في هذه القضية فقد خلصت إلى أن المتهمين الأول حمزة والثاني خالد والثالث محمود والرابع عيسى مع المقتولين محمد يوسف ومحمد صالح وعاصم محمد وحازم محمد وسعد إسماعيل هم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي. وبعد عدة لقاءات جمعت ما بين المتهمين الأول حمزة والثاني خالد مع المقتولين محمد يوسف ومحمد صالح فقد اتفقوا فيما بينهم وخلال شهر تشرين أول من عام 2016 على الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا للقتال هناك، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود من قبل القوات المسلحة الأردنية، وعقدوا العزم على القيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية لصالح هذا التنظيم ضد المواقع السياحية والنصارى في الأردن بقتلهم بواسطة أسلحة نارية وأحزمة وعبوات ناسفة يقومون بتصنيعها لهذه الغاية، حيث انضم إلى هذه الخلية الإرهابية كل من المقتولين عاصم محمد وحازم محمد ونصبوا المقتول محمد صالح أميراً لهذه الخلية الإرهابية. وبالفعل وتنفيذاً لما عقدوا العزم عليه قاموا بشراء الأسلحة النارية الأوتوماتيكية والذخائر بواسطة المتهمين 6 والـ7 والـ8 والـ9 دون علمهم بأن هذه الأسلحة ستستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية على الساحة الأردنية. وكذلك قاموا بشراء المواد الأولية الداخلة في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، ثم قاموا بعد ذلك باستئجار شقة في منطقة القطرانة لتكون مقراً لخليتهم الإرهابية
ولتكون مكانا لتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة والاحتفاظ بالأسلحة النارية التي قاموا بشرائها، ولتكون أيضا مقرا لاجتماعاتهم وتخطيطاتهم. ثم بعد ذلك باشروا بعملية تصنيع العبوات الناسفة وجعب الذخيرة، وتمكنوا من تصنيع عبوات ناسفة وقاموا بتجربتها وثبت لهم نجاح تصنيعها. ثم قاموا باستئجار سيارة سياحية لاستخدامها في تنقلاتهم وتنفيذ أعمالهم الإرهابية، ثم تواصلوا مع المتهم الحادي عشر الملتحق بتنظيم داعش الإرهابي وأبلغوه بما خططوا له، لكي يقوم الأخير بإبلاغ تنظيم داعش في سوريا بذلك، من أجل أن يتبنى هذا التنظيم الإرهابي العمليات الإرهابية التي سيتم تنفيذها من قبل هذه الخلية في الأردن. وبتاريخ 18/12/2016 وأثناء قيام المقتولين محمد صالح وحازم محمد وعاصم محمد بتصنيع المزيد من العبوات الناسفة والأحزمة المتفجرة داخل شقة القطرانة، فقد أدى استخدام مجفف الشعر إلى ارتفاع درجة حرارة المادة المتفجرة وانفجارها داخل الشقة، الأمر الذي أحدث صوت انفجار عالي وإلحاق أضرار بالشقة، مما أدى إلى تجمهر المجاورين لاستطلاع الأمر، حيث قام مالك الشقة بإبلاغ رجال الأمن، وبمجرد وصول رجال الأمن إلى الشقة بادرهم الإرهابيين المقتولين بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الأمن العام. ثم قاموا بعد ذلك بمغادرة الشقة وبحوزتهم الأسلحة الأوتوماتيكية، وكانوا يطلقون النار بهدف إرهاب المتجمهرين في المكان، حيث طاردهم رجال الأمن العام وقاموا بإطلاق النار باتجاه دوريات الأمن العام. ثم قاموا بالاتصال مع المقتولين محمد يوسف الذي حضر إليهم بواسطة سيارة سياحية، وقام باصطحابهم باتجاه مدينة الكرك، وقاموا بإطلاق النار على المركز الأمني عند مدخل القلعة، وتحصنوا بداخل القلعة، وقاموا بإطلاق النار بشكل كثيف على قوات الأمن والمواطنين والسياح، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد رجال الأمن العام والمواطنين وسائحة أجنبية كانت موجودة داخل القلعة، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من رجال الأمن والمواطنين، واستمر الاشتباك إلى أن تم قتل الإرهابيين كل من محمد صالح وعاصم محمد وحازم محمد ومحمد يوسف. وبتاريخ 20/12/2016 وعلى أثر متابعة القوات الأمنية لباقي أعضاء الخلية، فقد حضر رجال الأمن العام إلى منزل المقتول سعد إسماعيل، وأثناء تفتيش منزله فقد تمكن المقتول سعد من إطلاق النار على رجال الأمن من سلاح أوتوماتيكي، مما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن وأدى إلى مقتل المدعو سعد. وقد نجم عن هذا العمل الإرهابي استشهاد 12 شخص من أفراد الأمن العام، بالإضافة إلى 2 من المدنيين وسائحة أجنبية، بالإضافة إلى المقتولين الإرهابيين 5، وعلى أثر ذلك جرت الملاحقة. وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال أقوال شهود النيابة الذين استمعت لهم المحكمة في الجلسات المحاكمة، وإفادات المتهمين لدى المحقق والمدعي العام، والتي اعترفوا فيها بهذه الوقائع الثابتة، وكذلك من خلال الضبوطات المنظمة وملف القضية التحقيقية بكامل مشتملاته. ثم قامت المحكمة باستعراض كافة أركان وعناصر التهم المسندة المادي والمعنوي والقصد الخاص، والاطلاع على جميع المرافعات وبينات الدفاع، وعالجت الدفوع المثارة في هذه القضية، وبالنتيجة فقد توصلت المحكمة إلى ما يلي. أولاً، بالنسبة للمتهم الأول حمزة نايل دخيل الله المجالي، واحد، عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه، وهي جناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، خلافاً لأحكام المواد 7/B/1/3 و7/W من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بدلالة المادة 2 من ذات القانون، بدلالة المادتين 76 و80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. 2، عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تعديل وصف التهمة الثانية المسندة له من جناية تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/W
وسبعة لجيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 إلى جناية التدخل في تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المواد 3 على واو وسبعة على جيم وسبعة على واو من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 80 على 2 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بهذه التهمة حسب الوصف المعدل 3 عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الثالثة المسندة إليه وهي جناية حيازة مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات 4 عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الرابعة المسندة إليه وهي جناية حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته 5 عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الخامسة المسندة إليه وهي جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 7 على زين و7 على طا من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون ثانياً بالنسبة للمتهم الثاني خالد نايل دخيل الله المجالي 1 عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 7 على باء على 1 على 3 من والمادة 7 على واو من قانون منع الإرهاب وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون وبدلالة المادتين 76 و80 على 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته 2 عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تعديل وصف التهمة الثانية المسندة له من جناية تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات إلى جناية التدخل بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المواد 3 على واو و7 على جيم و7 على واو من قانون منع الإرهاب بدلالة المادة 80 على 2 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بهذه الجناية حسب الوصف المعدل 3 عملاً بأحكام المادة 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الرابعة المسندة إليه وهي جناية حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته 4 عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة المسندة الخامسة وهي جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 7 على زين و7 على طا من قانون منع الإرهاب بدلالة المادة 2 من ذات القانون 5 عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريمه بالتهمة السادسة المسندة وهي جناية تقديم أموال لغايات استخدامه للقيام بأعمال إرهابية مع علمه بذلك خلافاً لأحكام المادتين 3 على باء و24 على 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته ثالثاً
بالنسبة للمتهم الثالث محمود مد الله عواد المصاروة، واحد عملا بأحكام المادة 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الثانية عشر المسندة إليه، وهي جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3 على ها و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. اثنين، عملا بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الثانية عشر المسندة إليه، وهي جناية جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، خلافاً لأحكام المادتين 3 على ألف و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. ثلاثة، عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الرابع عشر المسندة إليه، وهي جناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3 على جيم و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. رابعاً، بالنسبة للمتهم الرابع عيسى مد الله عواد المصاروة، واحد، عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الثانية عشر المسندة إليه، وهي جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3 على ها و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. ثانياً، عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تجريمه بالتهمة الثالثة عشر المسندة إليه، وهي جناية جمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، خلافاً لأحكام المادتين 3 على ألف و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. خامساً، بالنسبة للمتهم الخامس قاسم عيد عقل الحجايا، واحد، عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تعديل وصف التهمة التاسعة المسندة له من جناية حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جنحة حيازة سلاح ناري أوتوماتيكي بدون ترخيص قانوني، خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و5 و11 على دال من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، وإدانته بها بوصفها المعدل، والحكم عليه عنها عملاً بأحكام المادة 11 على دال من ذات القانون بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم. 2، عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانته بالجنحة العاشرة المسندة، وهي جنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، خلافاً لأحكام المادة 11 على دال بدلالة المادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952، والحكم عليه عملاً بأحكام المادة 11 على دال من ذات القانون بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم. 3، عملاً بأحكام المادة 72 على 1 من قانون العقوبات، تنفذ بحقه إحدى هاتين العقوبتين دون سواها، وهي الحبس لمدة 3 سنوات ورسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 20/12/2016. سادساً، بالنسبة للمتهم السادس عماد علي عبد السلام الضمور، قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعديل وصف التهمة الحادية عشر المسندة له من جناية بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع مكرر مرتين، خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جنحة بيع أسلحة نارية أوتوماتيكية وذخائر بدون ترخيص، خلافاً لأحكام المادة 8 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، وإدانته بها بوصفها المعدل، والحكم عليه عنها عملاً بأحكام المادة 11 على دال من ذات القانون بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 20/12/2016. سابعاً، بالنسبة للمتهم السابع عمر ماجد جمال المجالي،
قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة السابعة المسندة له من جناية بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب إلى جنحة بيع ذخائر بدون ترخيص قانوني خلافا لأحكام المادة 8 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته وإدانته بها بوصفها المعدل والحكم عليه عنها عملا بأحكام المادة 11 على دال من ذات القانون بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم. 2 عملا بأحكام المادة 234 من قانون الأسلحة من قانون أصول المحاكمات الجزائية. قررت المحكمة تعديل وصف التهمة الثامنة المسندة له من جناية التدخل ببيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك مكرر 3 مرات خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو 7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة المادتين 80 على 2 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة التوسط ببيع أسلحة نارية أوتوماتيكية وذخائر بدون ترخيص مكرر 3 مرات خلافاً لأحكام المادة 8 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته بدلالة المادتين 80 على 2 و76 من قانون العقوبات وإدانته بهذه التهمة حسب الوصف المعدل والحكم عليه عنها عملاً بأحكام المادة 11 على دال من ذات القانون بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم عن كل جنحة وعملاً بأحكام المادة 72 على 1 من قانون العقوبات تطبق بحق إحدى هذه العقوبات دون سواها وهي الحبس لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 18/12/2016. 8 بالنسبة للمتهم الثامن حمزة ذعار المجالي 1 عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تعديل وصف التهمة الثامنة المسندة له من جناية التدخل ببيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك مكرر 3 مرات خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بدلالة المادتين 80 على 2 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة التوسط ببيع أسلحة نارية أوتوماتيكية وذخائر بدون ترخيص مكرر 3 مرات خلافاً لأحكام المادة 8 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وبدلالة المادتين 80 على 2 و76 من قانون العقوبات وإدانتها بها بوصف المعدل والحكم عنها عملاً بأحكام المادة 11 على دال من ذات القانون بالحبس لمدة 3 سنوات ورسوم عن كل جنحة. 2 عملاً بأحكام المادة 72 على 1 من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى هذه العقوبات دون سواها وهي الحبس لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 19/12/2016. 9 بالنسبة للمتهم التاسع مصعب خالد عبد المعطي الكاتب قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة السابعة المسندة له من جناية بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته إلى جنحة بيع ذخائر بدون ترخيص قانوني خلافاً لأحكام المادة 8 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وإدانته بهذه التهمة حسب الوصف المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 21/12/2016. 10 بالنسبة للمتهم العاشر سليمان عبد منصور عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إعلان براءته عن التهمة 11 المسندة إليه وهي بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع مكرر 2 سنداً لأحكام المادتين 3 على واو و7 على جيم من قانون منع الإرهاب وتعديلاته لعدم كفاية الأدلة بحقه والإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لداع آخر. 11 بالنسبة للمتهم 11 وليد يوسف القراونة
قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة الخامسة، وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالتهمة الخامسة عشر. فدير واقف على هذا العالم من ورا. طيب تكرم. والله العالم مستوي عيال صغار. تكرم. مستنوا فينا والله فرحتنا احنا مش زي فرحتهم. احنا بنعيش في الزلازل مو مشكله. لكن عيالنا اللي ورانا اللي مستنوا فينا لانهم يفرحوا. ديروا بالكم عليهم. وإصابة العديد من رجال الأمن العام والمواطنين. وما نجم عن أفعالهم من إشاعة الرعب والذعر بين أفراد المجتمع الأردني والسياح وتهديد أمنه واستقراره لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي في الخارج والعمل لصالحه في الأردن وتبعيتهم الذليلة له، لذا تقرر المحكمة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها عن حدها الأدنى، وعليه تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، بالنسبة للمجرم الأول حمزة نايل دخيل الله المجالي، واحد، عملا بأحكام المادة 7 على باء على 1 على 3 وبدلالة المادة 7 على واو من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، تقرر المحكمة الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت عن التهمة الأولى، ولإتاحة المجال أمامه لتصويب مسار حياته ولكونه شاب في مقتبل العمر مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 على 1 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤبدة. 2، عملا بأحكام المادة 7 على ج من دلالة المادة 7 على واو من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة ورسوم عن التهمة الثانية بوصفها المعدل. 3، عملا بأحكام المادة 7 على ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثالثة. بس يا شباب. 4، عملا بأحكام المادة 7 على ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقت لمدة 15 سنة ورسوم عن التهمة الرابعة. 5، عملا بأحكام المادتين 7 على ز و7 على ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة ورسوم عن التهمة الخامسة. 6، عملا بأحكام المادة 72 على 1 من قانون العقوبات تطبق بالعقوبة الأشد بحقه دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤبدة محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 14/12/2016. ثانياً، بالنسبة للمجرم الثاني خالد نايل دخيل الله المجالي، 1، عملاً بأحكام المادة 7 على باء على 1 على 3 بدلالة المادة 7 على واو من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن التهمة الأولى، ولإتاحة المجال أمامه لتصويب مسار حياته وكونه شاب في مقتبل العمر مما تعتبر المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، إذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 على 1 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤبدة. 2، عملا بأحكام المادة 7 على ج وبدلالة المادة 7 على واو من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية بوصفها المعدل. 3، عملا بأحكام المادة 7 على ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الرابعة. 4، عملا بأحكام المادتين 7 على ز و7 على ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الخامسة. 5، عملا بأحكام المادتين 24 على 3 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة السادسة. 6، عملا بأحكام المادة 72 على 1 من قانون العقوبات تطبق بحقه العقوبة الأشد دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤبدة محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 19/12/2016. ثالثا، بالنسبة للمجرم الثالث محمود مدلع عواد المصاروة، 1،
عملا بأحكام المادة 7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 12. 2 عملا بأحكام المادة 7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 13. 3 عملا بأحكام المادة 7 على جيم من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 14. 4 عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى هذه العقوبات دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 28/12/2016. رابعاً بالنسبة للمجرم الرابع عيسى مد الله عواد المصاروة، واحد عملاً بأحكام المادة 7 على جيم من قانون منع الإرهاب، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 12. 2 عملاً بأحكام المادة 7 على جيم من قانون منع الإرهاب، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 13. 3 عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى هاتين العقوبتين دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 24/12/2016. خامساً بالنسبة للمجرم الخامس وليد يوسف تركي، واحد عملاً بأحكام المادة 7 على زين وسبع على طاء من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 5. 2 عملاً بأحكام المادة 7 على جيم من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة 5. 3 عملاً بأحكام المادة 72 على واحد من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى هاتين العقوبتين دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم. سادساً مصادرة المبالغ المالية والمواد المتفجرة المصنعة والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها والأسلحة النارية والذخيرة والمخازن المضبوطة وجميع المضبوطات في هذه القضية، قرار صدر بالإجماع وجاهياً بحق المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، غيابياً بحق المتهم الحادي عشر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، أفهم علناً بتاريخ اليوم 13/11/2018. ترفع الجلسة.